استاذ دندراوي، لا تدلو بدلوك، انت ضيف النهارده عزيز في المحور، اول مره تشرفنا. اولا انا سعيد جدا بوجودي وسط هذه الكوكبه، وانا طبعا هفشل فشل ذريع في اني انا يعني اخوض مبارزه او تباري في تراك اللغه الرصينه وطرح القضايا المهمه والمحوريه. يعني انا سعيد قوي لاني معظم الموجودين هم يعني اساتذتي، وانا يعني قرات لهم كثيرا، يعني مش عايزه يعني اعدد الاسماء، لكن يعني مبسوط، وده يعني يحسب في تاريخي المهني ان انا موجود وسط هذه الكوكبه. لكن ليه نقطتين مهمتين جدا اتمنى ان هذا الصالون بهذه الكوكبه يتبناهم للمناقشة. القضية الأولى مفهوم الشباب، لأن هذا المفهوم تحول للأسف سياسيا لابتزاز الدولة والترويج أن شباب مصر يعزف عن المشاركة السياسية. ويا ترى لما نطرح هذا السؤال، من هم الشباب؟ هل هم القوى الاحتجاجية اللي تتصدر المشهد طوال 7 سنوات، ولا 60% من سكان مصر من المحافظات المختلفة، مرسى مطروح حتى حلايب وشلاتين نهاية حدود مصر؟ ده طرح مهم جدا لابد أن نناقشه، لأني أنا ابن من أبناء صعيد مصر من قنا، وما زال أهلي وأسرتي تعيش هناك وأنا على تواصل معهم. ويمكن انا من حوالي اقل من شهر كنت موجود وتناقشت مع يعني معظم شباب القريه التي انتمي اليها والقرى المجاوره، وتاكدت ان هناك يعني عدد ضخم من الشباب يؤيد ويدعم الدوله الوطنيه ويساند قواته المسلحه. اذا عملت واجريت احصائيه في الكفور والنجوع المختلفة في مصر حول شعبية التي يتمتع بها حزبا سياسيا أو مؤسسة أو خلافه، مع الاختلاف في المقارنة، فلا يوجد منافسة مع القوات المسلحة التي على الأقل يتجاوز شعبيتها على الأقل 90%، إن لم أكن متجاوز يعني ومتعسف في النسبة. وتأتي القوى السياسية الأخرى تتقاسم 10% الباقية مع اختلاف التوجه الفكري. لذلك لابد من طرح القضية، قضية الشباب ومفهوم الشباب، وإعادة تقييم من جديد إن إحنا كمان الدولة غائبة حتى عن ثقافة الخريطة التركيبة السكانية في مصر. احنا عندنا غياب تام، ما بنعرفش نناقش. لما بنروح الوجه البحري ما بنعرفش نناقش الوجه البحري بمفهومه وثقافته وعاداته وتقاليده، ولا حتى على المحافظات الحدودية، ولا حتى في محافظات الصعيد. وأقول وأؤكد أن حتى محافظات الصعيد الثقافة تختلف، مش من محافظة الأخرى، ولكن من مركز لمركز ومن قرية لقرية في المركز الإداري الواحد. ودي نقطة في منتهى الخطورة ولا حد واخد باله منها للأسف. الأمر الثاني، أنا هتكلم بقى على السيدة المصرية، ودي برضو تحولت إلى تسخيف وتسفيف من دور اللي دش المصالح الذي دشنه الرئيس السيسي، هو على حق في ذلك عظيمات مصر. لابد أن ننحني لعظيمات مصر ونفخر بعظيمات مصر لأمر مهم. عظيمات مصر هم نسل السيدة هاجر زوجة أبو الأنبياء، هم نسل ماريا القبطية زوجة رسول الله، هم نسل آسية زوجة فرعون موسى الذي بني لها قصرا في الجنة. لا، دور المرأة المصرية عظيم. وفي بحث لدكتور عصام سعد في كلية الآداب قسم تاريخ في الإسكندرية عن دور المرأة المصرية في تحرير مصر في عهد الهكسوس، وده بحث عظيم جدا عن دور المرأة. إذا دور المرأة
عبر تاريخ مصر في عصور المختلفة، من طوال الثلاثين أسرة الفرعونية وحتى الآن بعصور مصر المختلفة، سواء حتى لما كان في عهد الأزمات اللي مر بها مصر، وحتى يمكن الدكتور حازم يوضح لي في عصر الانهيار الأول استمر 150 سنة، عصر الانهيار الثاني اللي بعد الدولة الوسطى. النقطتين دول مهمتين جدا ولا بد من إبرازهم بشكل ومنحهم حقهم في الدراسة والمناقشة. كنت أتمنى أننا احنا نتكلم في نقاط كتير، لكن أنا يهمني النقطتين دول ومش عايز أطول، وبشكركم جميعا وبنحني لكل أساتذتي والسادة الموجودين، وشكرا جزيلا. حضرتك أثرت موضوعين في غاية من الأهمية. الموضوع الأولاني الحقيقة أنا مدرك تماما أنه أخطر الموضوعات على الإطلاق. شباب جزء كبير منه بيعيش في العالم الافتراضي، وآفة العالم الافتراضي أنه يستقي معلومات غير موثقة، معلومات ويعتبرها أحيانا مسلمات. والعالم الافتراضي اللي الشباب دلوقتي عايشة فيه تتواصل بشكل الآفة، ودي قضية الحقيقة أنا بعد ما أكد ناس كتير قوي من جنب صناع القرار، ويمكن النهاردة أستاذنا الدكتور سمير فرج أكدها بشكل أن الرئيس يهتم وجزء كبير من همومه التنمية البشرية والتعليم. أنا شايف أن التعليم لابد أن يأخذ مفاهيم أوسع بكثير قوي من المفاهيم الدارجة التي كانت محصورة على درجة علمية تمنح للطالب. بناء الشخصية جزء مهم جدا وحاكم، التربية وبرامج التنوير جزء مهم جدا وحاكم. النهاردة التعليم ما بقاش تدي معلومة بقدر ما هي ريسيرش، التعليم ما بقاش يتلقى بقدر ما هو طريقة تفكير. أنا بعلم أولادنا إزاي يفكروا، مش بتعلمهم إزاي يطلقوا المعلومة. دي كلها أشياء لابد أن تطرح على موائد البحث. وخلينا أكون أمين معاك أن دراسات كبيرة اتعملت في كيفية تطوير التعليم، جزء كبير من المشكلة المدرس والأستاذ الجامعي، لأن ده جزء مهم جدا لابد أن احنا نطرحه مرة أخرى ونطرحه بشكل إيجابي وفاعل. وأنا بطرح هذه القضية كقضايا تطرح على دائرة متخصصة، هنجيب فيها أساتذة جامعات، هنجيب فيها رؤساء جامعات، هنجيب فيها وزراء تعليم سابقين، لأن فعلا موضوع يستاهل أننا نضعه على موائد البحث، ولابد أن يكون لنا ثينك تانك في المرحلة الجاية. وأنا من الحاجات اللي بتطلع إليها في المرحلة الجاية أن المؤسسات صنع القرار تكون لها مراكز تفكير ومراكز تدوير ومراكز بحث، لأنه هو ده اللي هيؤدي بينا إلى برامج عمل واستراتيجيات تستطيع أن تتحقق من خلال سياسات وإجراءات وفقا لمنهج علمي وفقا لأسلوب علمي. النقطة الثانية اللي حضرتك طرحتها لا تقل أهمية، وأنا يعني بالصدفة احنا موجودة معنا حد من كان من الرواد في عظيمات مصر، الأستاذة مونة هي قاعدة فوق اهي، يمكن ايه حد الحقيقة كان ليهم دور إيجابي وفعال في مؤتمرات كتيرة عدوها لتأهيل الناس وتحفيز الناس للنزول. ولا شك أن دور المرأة كان في الأيام اللي فاتت دي وفي الأشهر اللي فاتت كان دور إيجابي وفاعل قوي في حركة دفع الناس إلى صناديق الانتخاب والمشاركة الانتخابية، المشاركة في المواطنة. يا أخواننا مش انتخاب، دي مواطنة. تحقق إزاي يعني كلمة مواطنة في أنك أنت تمارس حقك الدستوري على الأقل؟ يعني أنا أستاذ نضراوي أنا بؤيدك جدا على كل كلمة أنت عارف قلتها، وأنا مؤمن أن الصالون ده مش بنطرح قضايا، بتنبت منه القضايا التي تطرح في كل مرة، لأن احنا بنلتقي مع يعني عقول متفتحة. ويمكن النهاردة من أجمل ما سمعت من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أنها قالت أن العقول بتشحذ بعضها بعض فتخلق طاقة خلاقة في إعادة التركيبة التفكيرية وإعادة استنهاض الفكر والبحث. أنا بشكرك مرة أخرى في المداخلة اللي أنت عملتها، داخل مداخلة ثرية